السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا ممكن نستعين بالذكاء الاصطناعي في ان انا عايز اكتب جواب للجامعة، مثلا ايه، اريد خطاب ارسله للجامعة للحصول على منحة دراسية. طيب كده لو كتبت هيجيب لك اجابة خاطئة، تمام؟ ليه؟ هقول لك دلوقتي، لانه مش عارف تفاصيل، تمام؟ فمديك كلام عام مش هيناسبك، ماشي؟ انت بقى هتقعد تكتب الحاجات دي كلها. طيب الصح بقى ايه؟ ان انا اقول له اريد خطاب ارسله لجامعه مثلا ستانفورد. طيب انا قلت له اسم الجامعه، منحه دراسيه في ايه؟ منحه دراسيه في كليه هندسه قسم عمارة مثلا، بالعلم اني حاصل على مثلا ماجستير، تمام، عمارة مثلا من جامعة كذا. لي عام 2024 مثلا، و ممكن تقول له ايه تاني مثلا، وعند ولدي هواية لعب الكورة، واي حاجة بقى يعني تدي له معلومات عنك على اساس يبقى فيه والتعاون مع الاخرين. واسمي احمد علي مثلا، كده هيديك حاجة مناسبة ليك. هو خلاص انت شرحت له كل حاجة، تمام؟ هيقول لك قول لي المشاريع اللي انت عملتها. انا اشوف بالرياضة وخاصة لعب كرة القدم ومؤمن بالتعاون والحاجات دي كلها. ادرك ان جامعة ستانفورد تقدم فرص. طيب انت تبعتها بالانجليزي، اريدها بالانجليزي، هيديك انجليزي خطير ما فيهوش اخطاء املائيه، ما فيهوش فيه اي مشاكل خالص، تمام؟ اي دير سير اب مدام دينو فستيد وهكذا. تبدا بقى تنسخها، بس اقراها كويس، ترجمها لو في مشكله في كذا، وتاكد ان كل حاجه سليمه. كده انت جهزت الخطاب اللي تقدر ترسله وانت مطمن، وان شاء الله يتصلوا بيك. كونتاكت انفورميشن، اكتب بقى رقم التليفون اللي المفروض يتصلوا بيه.